ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ معاكم انجي نجيب، والنهارده هنعمل طاجن المكرونه باللحمه في الفرن، الطاجن اللي كلنا بنشتريه من بره. بصوا طلع شكله كويس ازاي لما قلبناه. تمام، كلنا بنحبه وبنشتريه من محلات الكشري، عملناه بمنتهى السهوله وفي البيت وبابسط طريقه. وادي شكل المكرونه من جوه، بصوا شكلها جميل ازاي، طريه جدا وتحفه وما خدش مننا وقت خالص. الاول انا عندي 400 جرام من اللحمه المفرومه، انا هنزل في حله سخنه من غير اي ماده دهنيه لحد ما هي تبتدي تشرب ميتها بالشكل ده. انا ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص، هعتمد على الدهن اللي في اللحمه. بعد كده هنزل ببصله كبيره مبشوره، تمام، وهخلي البصله اديها تقلبتين كده مع اللحمه لحد ما البصله تدبل معايا. هنزل بالتوابل، عندي ملح وفلفل وبهارات لحمه وبابريكا. بعد ما تتعصج معايا بالشكل ده انا هخرجها واحطها في طبق تاني، تمام. وبعد كده في نفس الحلة هنزل بمعلقة توم كبيرة ومعلقتين كبار زيت، وهبتدي ادبل التومة. اول ما تصفر هنزل بقى بالعصير بتاع الطماطم، وعندي هنا ملح وفلفل وبابريكا ورشة سكر صغيرة ومكعبين ماجي ورشة كزبرة، وهديها بقى تقليبتين يدوبك تاخد غلوتين بصوت خالص، وهطفي عليها. انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها صلصة خفيفة زي كده. لو مش عايزين نحط ماجي ممكن نحط كوباية شوربة كبيرة، الشوربة هتخلي طعمها جوسي احلى وطرية اكتر، بتخلي طعمها حلو قوي لما بتتحط للصلصة. بعد كده هجيب القالب، دي صينية مقاس 28، هديها فرشة زيت كده، وهنزل باللحمة المفرومة اللي انا عصقتها، تمام، وهزبطها كده بالمعلقة، ابتدي اتك عليها عشان كلها تبقى علو واحد. وعندي دول كيلو الا ربع من المكرونه النيه، المكرونه دي نيه مش مسلوقه، وهنزل بقى بالصلصه فوقيهم، وهبتدي بقى اعمل فراغات كده علشان اضمن ان الصلصه وصلت لحد تحت خالص. الفرن طبعا مولع على 180، انا هسيبها ساعه الا تلت وهغطيها بالفويل، لازم تتغطى وهي جوه الفرن عشان تستوي كويس. طلع طبعا ساعه الا تلت، طلعت بالشكل الظريف ده، بصوا مستوية ازاي اهي، طرية خالص ودايبة. انا هقلبها قدامكم هنشوفها هتتقلب بمنتهى السهولة. انا سبتها يدوبك 5 دقايق بس تهدى من السخونية شوية، هي لسه سخنة طبعا، تمام، واتقلبت اهي بمنتهى السهولة وطلعت بالشكل الظريف ده. ممكن نحط طبعا في القعر مع اللحمة، ممكن نحط الزيتون، فلفل أخضر، فلفل ألوان، فلفل شطة اللي احنا حابينه. ممكن نعملها بالمفروم كده سادة أو قطع فراخ. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملنا بقى فولو على البيج بتاعتنا على الانستجرام ولايك وسبسكرايب للقناة. كنت معكم انجي نجيب، وصحتين وهنا، وأشوفكم الوصفة الجاية.